قبل أن يدخل إلى الحمام يقول بسم الله. بسم الله بوها. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقول هذا الدعاء. طانم اسم دعاء جاء. يقدم الرجل اليسرى عند الدخول. صحانم ديج يساق وسما جمجة روحة. يقدم الرجل اليمنى عند الخروج. يقول غفرانك. يقول هذا الدعاء. طانم اسم دعاء غفرانك رجاء. لا يدخل إلى الحمام بشيء فيه ذكر الله، يعني لا يدخل بالمصحف بكتب العلم. سونا مصحح خنوم زقورم يصير تدخاو أغمة ساسن بابش مصحف أو ده زقور. لا يتكلم بالأذكار بالقرآن. سونا مصحانا وش أذكار مشش قرآن مشش زيجي أخنوم. لابد أن يستتر عن أعين الناس، يعني لا يأتي الحاجة والناس تراه. يأخذ في غجنه يوجي حاما يطلن هو يتخم قام سعونه.